نأخذ ديننا؟ يعني سؤال كبير جدا جدا جدا، هو عدد كلماته قليلة ولكن سؤال محوري في حياتنا النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوتي جوامع الكلم، وهذا السؤال ذكرنا بالبلاغة في حسن السؤال. لذلك كان مشايخنا عليهم رحمة الله تعالى يقولون يعني أصح السؤال تصح لك الإجابة، وحسن السؤال نصف الإجابة. أيوة. لذلك هو يقول ممن نأخذ ديننا. ديننا سؤال مهم، لأن الساحة مليئة، وفي وقت من الأوقات وما زال الوقت هذا يعني مستمرا، ظهر أناس جعلوا شيوخهم كتابهم، شيخه كتابه الكتاب. مسألة أن ينشط ويجلس إلى شيخ متخصص تلقى العلم عن شيوخه، مسألة أن يتحرك إلى مجالس العلم ليدرس بطريقة منهجية، هذه المسألة كانت مرفوضة وما زالت مرفوضة عند البعض. أنا إيه؟ طب أنا أمسك الكتاب زي شرح أي حديث البخاري أو شرح النووي على الإمام على كتاب الإمام مسلم أو أي كتاب من كتب أو سبل السلام ونحو ذلك، وأخذ أنا الحديث وأخذ الحكم بنفسي. طريقة أضرت وما نفعت وعملت فجوة، لأن الكتب المنهجية التي تدرس في حلقات العلم مثلا كالجامع الأزهر ونحو ذلك، كتب يعني تصنع العقلية الفارقة، تصنع العقلية المحكمة التي نحتكم إليها علميا. نعم. ومنهجيا. العقلية الفارقة عقلية تستطيع أن تفرق بين الفروع، تستطيع أن تلحق الفرع بالأصل، تستطيع أن تفهم مراد الشارع، تستطيع أن تفهم يعني جمال هذا الدين وما وراء النص. وده مهم قوي، لأن بعض الناس بهذه الطريقة صاروا ظاهريين. بمعنى أنه لو قلت له حاجة هو يقول لك الحديث، طيب كيف يستدل بالحديث؟ يقف. طيب وجه الاستدلال من الحديث؟ يقف، ياخذ المعنى المباشر لمعنى كنا نسميه زمان معنى المفردة. نعم. فيروح مجمع المعاني الظاهرة كده ويروح قايل. الفقهاء من ذكائهم وقفوا عند كل حرف، الحرف ليه نقل من؟ ما قالش إلى. زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. إيه اللي هيترتب على الضمة؟ إيه اللي هيترتب على الفتحة؟ الفقهاء وقفوا عند ذلك ليصنعوا العقلية الفارقة التي تستطيع أن تفهم النص وما وراء النص. إذن هناك علم رواية وهناك. نعم. علم دراية. نعم. فإذا مسألة أنك أنت تعرف تاخد العلم من مين دي يعني تقريبا نصف الطريق. ممن أتعلم، كده أنت وصلت. عندما تعرف ممن تتعلم كأنك وضعت يدك وضعت قدميك على الطريق الصحيح. فالمسألة دي تسببت أزمة في المجتمع، خروج ظاهرة التكفير، ظهور الإرهاب بصورة منتشرة. هؤلاء اعتمدوا على قراءات كتب، كل واحد يقرأ الكتاب، لا يستطيع أن يعرف النص، لا يستطيع أن يعرف الواقع الذي كتب فيه النص. وده مهم إنك أنت تعرف النص ده كتب فين ولمن. البيئة مهمة، الأفراد مهمين، الحال اللي كتب فيه النص ده مهم في الفتوى. يبقى إذن البيئة، الشخص الذي أفتى، حالته النفسية، الواقع نفسه اللي هو أفتى فيه، اللي هو ما تقصده وما تعنيه مولانا، هو الفتوى التي تم طرحها في لحظة ما، في لحظة هل يعني مدى علاقتها بواقعها، مدى علاقتها بزمنها. الموضوع. نعم. هنا يختلف باختلاف الزمان والمكان والفهم وإنزال النص المقدس، النص الأصلي الثابت، منزل الفهم الحقيقي للواقع المعيش. نعم. أنا أضرب لك مثال وأزمة وقعت في وقت من الأوقات. محاضرات ألقيت في بعض المساجد في من حوالي ما يقرب من 20 عام. كنا بنسأل المحاضرات دي فيها إيه؟
محاضرات قائمة على لو واحد في معركة وفي ساعة غضب سب الدين، المحاضرات قائمة عليه إن ده أخرجه من ملة الإسلام. عدم فهم حال الناس، عدم فهم الواقع، وبدأ يقرأ المشكلة بقى إنه بدأ يقرأ إيه؟ يأتي بفتاوى من دول أخرى في أماكن أخرى في بيئات أخرى ويجعلها على بيئة أخرى. دي بتعمل إشكال، دي خلت العقول متحجرة صعبة الفهم. لما تقول له فلان يقول لك الشيخ فلان، الشيخ فلان بيفتي في مكان هو أدرى بحال الناس فيه. لذلك يعجبني بعض العلماء لما يعني كنا في الحرم في فواحد بيسأل سؤال يعني، فقال له من أين أنت؟ الرجل الشيخ اللي بيلقي الدرس يعني جزاه الله خيرا، فقال له من مصر، قال اسأل علماء مصر في هذه المسألة يجيبونك عنها فهم أدرى بحالكم. عجبني لقيته انه فاهم ان فيه واقع، هو يسأله عن مسألة الواقع متغير، متغير هو هناك ليه واقع تاني، هناك فيه أمر تاني، لا هنا فيه واقع آخر. فلذلك انك انت كنت تقيم محاضرات على مسألة تكفير شخص ما، على تفسيق شخص ما، دي مسألة هي التعليم أو شؤم أخذ العلم من الكتاب. فديت مسألة ممن نتعلم، نتعلم ممن أخذ العلم عن شيوخ معتمدين، ممن درس العلم بطريقة منهجية صحيحة، ممن معه أسانيد ورثها عن شيوخه، تعلموا على شيوخهم وعلى شيوخهم وعلى شيوخهم إلى اتصال السند إلى العلماء الأكابر والأفاضل عليهم رحمة الله تعالى. فممن نتعلم، نتعلم ممن يتكلم لله سبحانه وتعالى، بصفة العالم المخلص. إذا ما رأيت العالم متواضعا يريد أن يبلغ رسالة مهمة إلى الناس، ورسالة شرط الرسالة أن تكون، لذلك الإمام أن تكون بطريقة ميسرة. الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وهو يتكلم عن هذه القضية، والكتاب من أمتع ما كتب في أدب طلب العلم وبيان العالم والمتعلم، منزلة العالم والمتعلم. فبيتكلم على باب كده في أدب العالم والمتعلم، فبيذكر من آداب العالم، فبيذكر الإخلاص، بيذكر من آداب العالم أنه يكون ميسرا على الناس. العالم اللي فاهم هو الذي ينظر إلى جمال الشرع الحنيف فيظهره للناس بجماله، لا تجديد فيه، لا تنطع فيه، كما قال الحبيب يسروا ولا تعسروا. النبي يخاطب من؟ يخاطب قوما هيبلغوا الدين في أماكن أخرى، يسرا ولا تعسرا، عندما قال لمعاذ بن جبل ورفيقه رضي الله تبارك عنهم، رضي الله عنهم أجمعين. بماذا تحكم يا معاذ؟ نعم، قال بكتاب الله، بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أدخل في ذلك وسعا. فإذا ديت منهجية كان يعلمها الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يبعثهم إلى الأماكن ليبلغوا الدين، ويقول يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. لا، ده منهج يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله. الآن لا، الشدة والغلظة في التبليغ، الحكم الشديد في الذي يصدر، كل ذلك لا، ده كل ده يعني يبين ضعف العقلية وأنها عقلية قاصرة عن فهم جمال هذا الدين. إذن لكل أمر متخصص فيه، نعم، كل أمر كده في الدنيا، كل شأن من الشؤون، كل علم العلوم له متخصص فيه أو أكثر، ولكن في إطار الدين الذي نسأل فيه لنصلح به هذه الدنيا. ربما يأتي سؤال مترتب على هذا السؤال المحوري جدا، وتأتي منه أسئلة فرعية كثيرة جدا. أنا ربما أكون متخصص في الإعلام، أو غير متخصص في الطب، أو غير يعمل في أي مجال من المجالات، في أرضه، في حقله، يقول السؤال هنا: تختلط الأوراق علينا، يختلط الأشخاص علينا، كيف أميز؟ هذا يقول قال الله وقال الرسول، وهذا يقول قال الله وقال الرسول. طب أنا أروح لمين؟ أعرف هذا يعني أعرف ده متخصص إزاي، وده يعني ليس متخصصا، وأبتعد وأذهب إلى من يرشدني على الطريق السليم. الأمر واضح جدا ومفيش فيه لبس، لأن عندنا مؤسسات دينية، أيوة، يقوم عليها علماء درسوا العلم،
علماء يدرسوا بطريقة منهجية كما درسوا بطريقة منهجية. فأنا عند الجامع الأزهر، الجامع الأزهر الآن عامر بفضل الله، عامر بالمحاضرات وعامر بدراسة الكتب، وكثيرا مما أريد أن أقول أسماء كثيرة طبعا ممن تلقوا عن شيوخهم يعلمون ويدرسون في الجامع الأزهر بطريقة منهجية صحيحة. نذهب إلى هؤلاء، عندما يأتينا في دار الإفتاء واحد يقول لي أنا نفسي أتعلم، أقول له الجامع الأزهر أو المعاهد المعتمدة التي يشرف عليها وتشرف عليها الوزارات المعتمدة. أيوة، الأزهر الشريف. نعم. ومن بثق عنه. نعم. الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، هناك الآن معاهد كثيرة تشرف عليها وزارة الأوقاف، تعلم من يدرس ومن يصلح للتدريس ومن لا يصلح للتدريس. كل من الأزهر. نعم. إن تفصل القطرة عن بحرها ففي مداه منتهى أمرها. يعني الكل يعود إلى الأزهر، في المنطلق من الأزهر والمختتم في الأزهر. نعم. فإذن الأمر واضح، مش محتاج أبدا أي لبس، ولكن هي بعض الناس يعني ثقيل عليها، أو بعض الناس تريد يقول لك يا عمي أنا إيه اللي يخليني ما أسمع من أي مكان، أسمع من أي مكان، هو ده اللي بيعمل إشكال. أروح أسأل أي حد، هو ده اللي بيعمل مشكلة في المجتمع. إحنا بيجينا في دار الإفتاء مشاكل كثيرة تصدر لها ناس لا علاقة لهم أبدا بالفتوى. فعملوا إيه؟ ده يعني مش عايز أقولك تسببوا في خراب أسر. أيوة والله، في فتاوى تسببت في إسالة دماء بسبب عدم فهم الواقع. فلذلك ده أمر مهم جدا إن إحنا نفهم من نسأل، من نستفتي، من نسمع. لذلك كان حتى يقولك يعني قل لي يعني من لمن تقرأ أو لمن تسمع أقول لك من أنت. دليل على العقلية بتاعتك إيه؟ قول لي أنت بتسمع إيه؟ بتقرأ إيه؟ أقول لك أنت مين؟ نعم. ويمكن علماءنا كان لهم جملة حلوة قوي، يقول لك من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب. سيدي الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه، هذا الإمام القرشي المطلبي المبارك، سيدنا الإمام أحمد متخصص في الحديث وأيضا كان فقيها، ولكن كان له باع بارز في علم الحديث والرجال، في علم الرجال لا هو بارز. فكان يصبح في الصباح يحمل يعني يلتحف بردائه ويسأله ولده بعد الفجر يا أبي إلى أين تذهب؟ يقول يا بني أذهب إلى مجلس محمد بن إدريس الشافعي. فيتعجب، يقول له يا أبي تذهب إلى مجلسه في هذا الوقت؟ يقول نعم، لو فاتك العلم من هذا الرجل لا تدركه بعد ذلك. طيب الإمام أحمد انتقل وراح مجلس الإمام الشافعي، يوم الإمام الشافعي يتكلم، فالإمام الشافعي يقف عند حديث فيقول يا أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نقول به. نبتدي بقى نشتغل عليه، التواضع، التواضع العلماء ويعني التكامل اللي بيحصل ما بين العلماء. هنا نعرف أو توقن أن هناك فعلا التخصص الذي لابد وأن يعني نستعين بأصحابه. نعم. فيا أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نقول به. ده احترام التخصص، اللي للأسف إحنا مش قادرين نحترم التخصصات، وللأسف بنلخبط، وده سبب اضطراب في المجتمع. إننا أي حد يقابلني، أي إنسان يقابلني أسأله وأحمله المسألة بتاعتي الفقهية، ممكن يضلني، ممكن يبهدلني، ممكن يفتيني بحاجة غلط، ممكن يفتيني بحاجة تبعدني عن ربنا، أو حاجة توقعني في الحرام وأنا مش داري. فإذا يا جماعة مؤسسات دينية، يا جماعة علماء متخصصون في الإفتاء، بهذا ينضبط المجتمع وتنضبط المجتمعات. يعني specialization and division of labor، دي تخصص، تخصص تقسيم العمل، ده مبدأ مهم جدا طرحته أوروبا بعد الثورة الصناعية في القرن 18. الإسلام أقره من زمان. أقره علميا ومنهجيا، والأزهر الشريف يعني آلت إليه مواريث النبوة، وهو الذي صدر النموذج المعرفي من خلال منهج علمي يعني ينشر به علوم الإسلام حتى في البلد الذي نزل فيه القرآن ونزل فيه الإسلام، كما قال سيدنا الشيخ الشعراوي. إذن الأزهر هو المظلة الأساسية التي من عندها نبدأ البحث عن من نأخذ منه ديننا، مش كده ولا إيه؟ نعم. أنا نرجع كده، حضرتك بتقول أوروبا بعد الثورة الصناعية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أصدقكم لهجة
أبو الدرداء، أفرادكم زيد، أمين الأمة أبو عبيد، أقرأكم أبي ابن كعب، أو حب يبين فضل عبد الله بن مسعود في القراءة، من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. إيه ده؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيبين أن فيه تخصصات، فيه بعض الصحابة لهم ميزات يقوم بهذه الميزات يتخصصوا ويعني يظهروا على غيرهم. فليؤذن بلال نعم. إنه أندى صوتا، أنداكم صوتا. نعم، هذه التخصصات اللي احنا يعني انت بتقول أوروبا بعد الثورة الصناعية، لا ده احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس هذه الدولة وهذا هذه الأمة العريقة، كان يقول ذلك في بداية يعني شأنها. هي بضاعتنا ردت نعم. إلينا يعني حقيقة بضاعة. ولكن نعم. يعني بشيء من التأمل سنعود أو نعيد كل هذه القيم الحضارية، القيم التي بنى بها الإسلام حضارته وما زالت وستظل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا نقدر نقول إن احنا نمسك طرف الإجابة الحقية من المشايخ بتوعتنا، مشايخ الأزهر وبسمتهم وبعلومهم وبمظهرهم، ما هو أحد الدلائل اللي توصل أو أحد الوسائل اللي بتوصل بها لعالم الأزهر هذا الزي الأزهري الأصيل اللي احنا من خلاله بنعرف إن فضلتك من الأزهر الشريف. أقول لحضرتك هو أحد يعني إحدى نعم. هذه الوسائل نعم. أقول لحضرتك على حادثة مهمة جدا وإحنا في بداية الطلب في العلم كنا بنلخبط برضو عايزين نسمع ده وعايزين نسمع ده حتى تتضح الصورة، وعندما يعني تسمع تستطيع أن تعرف يعني الصفيحة من الذهب. فعلا لما تسمع الثرى والثريا تبتدي تعرف بقى يعني فعلا فين العالم وفين اللي مش عالم. فين العقلية اللي هي فعلا تربيك، العقلية اللي تنشأك، وفين العقلية اللي تحجمك وتخليك تصطدم حتى مع ذاتك من الداخل. ده ربما نعم. يعني اضطررت للارتداد في لحظة نعم. ما اصطدمت مع رأي يعني كان جامدا، لم يناسب الواقع، لم يناسب الحالة، لم يناسب البيئة. من تقريبا من حوالي سنة أقل من سنة جاءنا رجل يقول لي بأنه كان التزم مع بعض الناس، يقول كنت أحرم كل شيء حتى أحرم صنعة والدي، حتى الصنعة اللي هو بيصنعها. لا إله إلا الله. بيصنعي بيصلح تلفزيونات، بيصلح موبايلات، بيصلح حاجات كده حديثة. بقول كنت ليه؟ بقول له التلفزيون. قال لي ما التلفزيون ده بيجيب فساد. طب والموبايلات؟ قال لي بيستخدم في الفساد ومش عارف ايه. طب دي ممكن الله. وبعدين كله يا ابني فساد فساد، وما فيش هي كله كده سواد عندك، ما فيش ابدا عندك جانب اخر تستخدم فيه هذه الاشياء. السكين تستخدم في قطع حلوى، في قطع تفاحه، وقد تستخدمها في اساله دم. فانت ليه باصص دائما للجانب الاسود في الصنعه؟ فبقول للشاهد ان هو حرم الصنعة بتاع والده، وكان يحرم أشياء كثيرة. الآن وصل لدرجة إيه؟ أنه ترك الصلاة تماما. أنت بتقول يرتد، لا والحمد لله ما زال مسلما، ولكن ترك الصلاة، جاي عشان يرجع عايز أنا عايز أصلي، لأن حسيت أن أنا مش أنا، يعني أنا حاجة تانية. لأن يا مولانا اصطدم بنفسه خلاص. لأن نعم. التضييق، هذا التضييق الشديد ربما يكون له آثار سلبية، خطوة أولى وخطوة ثانية وخطوة ثالثة، ربما الحال عنده تغير أو تبدل إلى الأسوأ، لذلك التشديد يجيده كل أحد نعم. ولكن التيسير رخصة نعم. من ثقة كما قال سيدنا سفيان. نذهب إلى نعم. هذا الفاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.